بعد كل قصف إسرائيلي عنيف فوق بيوتنا وهرعنا وسط المنزل بعيدا عن النوافذ، يأتي صوت أمي متسائلا: ألم يتدخل أحد من أجل إيقاف هذه الحرب المجنونة؟ يصمت الجميع ثم تقول: ألم يتكلم رئيس من أجلنا؟ ألا يرون ماذا يحدث من مجازر؟ فقلت لها: أرجوك توقفي عن هذا الكلام يا أمي، نحن لا نريد من أحد شيء. أما والله لو نزل إلينا سيدنا جبريل عليه السلام وسألنا ماذا تريدون لأجبناه كما أجابه سيدنا إبراهيم عليه السلام وسط النار، أما منك فلا نريد، أما من الله فنحن نريد. أما منك فلا نريد، أما من الله فنحن نريد.